وتنضم إلينا الآن مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر من العاصمة الفرنسية باريس لتطلعنا على المزيد من التفاصيل بشأن أهم ما تناولته قمة التمويل العالمي في ختامها ونشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إليك ليلى. مرحبا بك ريهام، وتابعنا على مدار اليوم هذه القمة الهامة، قمة التمويل، ميثاق التمويل العالمي التي انتهت فعالياتها منذ أكثر من ساعتين بمغادرة بعض وفود مقر العاصمة الفرنسية باريس. الرئيس عبد الفتاح السيسي على وشك مغادرة العاصمة الفرنسية باريس بعد مجموعة كبيرة من اللقاءات التي قام بها على هامش القمة. دعينا نبدأ بها ثم سأطلعك على أبرز ما تم خلال الجلسة الختامية والمؤتمر الصحفي. فالرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم على هامش القمة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث تبحثا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وموقف الدولتين من مختلف القضايا المتواجدة في القارة الإفريقية. ايضا كان هناك لقاء اخر للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاقتصاد والماليه الفرنسي، تحدث فيه عن العلاقات الاقتصاديه والتنمويه بين الدولتين والدور الفرنسي في الشراكه الاقتصاديه في مصر والمشروعات الفرنسيه التي تسهم في دعم الاستثمار والاقتصاد في مصر. ثم كان له لقاء مع الرئيس الكيلي، تناول العلاقات الثنائيه ايضا وتناول بعض المشكلات والقضايا التي تختص بها القاره السمراء وعلى راسها الوضع في السودان الان ومحاولات التهدئه والتوصل الى هدنه دائمه حتى يتم حل حاله هذه المشكله. لو نظرنا الى الكلمه التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسه الختاميه اليوم، ذلك بعد سؤال وجه اليه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سنجد ان الرئيس تحدث عن فكره المسؤوليه وضروره ان يكون هناك مشاركه من جميع الاطراف، الا تكون الدول المانحه هي مجرد تقدم عطاءات للدول الناميه او الدول الاكثر فقرا، لكن لابد ان يكون هناك نوع من انواع الاستثمار والشراكه، وهذا ما كان يدعو اليه عندما كان رئيسا للاتحاد الافريقي. ايضا الرئيس تناول بعض الخطوات التي تقوم بها مصر في مجال الطاقه النظيفه والتنميه المستدامه، وقد نوه الى مشروع القطار الكهربائي الذي يعد خطوه من الخطوات الرائده التي قامت بها مصر في اطار الخطوات التي تقوم بها لتحول الاقتصاد الاخضر وايضا لمجابهه تداعيات التغيرات المناخيه التي اثرت على دول العالم اجمع وخاصه الدول في القاره الافريقيه. ايضا ريهام، كان هناك تاكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكره التحرك الفاعل من جانب الدول الافريقيه، وان الرياده هي مسؤوليه الدول المتقدمه، عليها مسؤوليه كبيره تجاه الدول الناميه لمساعدتها بالطبع على مجابهه الكثير من القضايا التي عصفت بهذه الدول في ظل ازمات متتاليه بدءا من جائحه كورونا وما ظهر من ازمات بعدها مثل ازمه الحرب الروسيه الأوكرانية. لو تذكرنا الجلسة الختامية هل كان بها أيضا كلمات أخرى مهمة وأطروحات حتى وصلنا إلى الحديث عن خارطة طريق تسعى فرنسا بالإضافة بالطبع للدول المتقدمة إلى تنفيذها على أرض الواقع. كان هناك حديث عن فكرة وضع آليات جديدة لبنوك التنمية متعددة الأطراف ومحاولة إيجاد آليات وهياكل لها بحيث لا تتضارب مصالحها ولا يكون ذلك عبء على كاهل الدول النامية والدول الأكثر فقرا بعد ذلك. كان هناك حديث أيضا عن فكرة فرض بعض الضرائب على الدول المتقدمة، ليس الدول المتقدمة فقط لكن على الجميع فيما يتعلق باستخدام الكربون وأيضا الملاحة البحرية والملاحة الجوية في إطار توفير الأموال لمجابهة التغيرات المناخية التي أثرت على مختلف دول العالم. كان هناك متحدثون من دول العالم المختلفة التي تجتاحها العديد من المشكلات، يعني شاهدنا نماذج تعبر عن القارة الإفريقية ونماذج تعبر عن أمريكا الجنوبية وأيضا آسيا. كان هناك رئيس الوزراء الصيني الذي تحدث عن التجربة الصينية وأن الصين هي عضو ساعد المجتمع الدولي وتحاول أيضا من جانبها أن تختلط وتتشارك مع مختلف دول العالم في هذه القضايا. النموذج البرازيلي ورئيس البرازيلي لولا دا سيلفا كان حاضرا في الجلسة الختامية متحدثا أيضا عن التجربة البرازيلية وما تحتاجه البرازيل في الفترة المقبلة، متحدثا عن فكرة العملة
ولماذا دول جنوب أمريكا الجنوبية عفوا تحتاج إلى أن تتعامل بالدولار الأمريكي بدلا من أن تتعامل من خلال عملاتها. وكان هناك تنبيه أن ذلك سيتم مناقشته في القمم القادمة. إذا ريهام، هذه القمة تضع أطر عامة تتحدث عن 100 مليار دولار تلتزم بها الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وذلك يتم من خلال مبادرات مختلفة. تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن حوالي 10 مبادرات لتحقيق هذا الهدف. أيضا وعد من وزيرة الخزانة الأمريكية، كان هناك حديث أيضا من رئيس صندوق النقد الدولي عن 200 مليار دولار من خلالها يمكن تسهيل إجراءات القروض وأيضا المنح للدول الإفريقية، وليس الإفريقية بالطبع فقط لكن الدول النامية والدول الأكثر فقرا. كانت هناك إذا خارطة طريق عامة تتحدث عن أطر عامة سيتم مناقشتها بشكل أكثر تفصيلا في القمم المقبلة المتنوعة، سواء كانت قمة مجموعة العشرين في الهند أو قمة المناخ القادمة 28 التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة. نقاط عديدة، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث أنه لابد من مجابهة الفقر ومن مجابهة التحديات السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، وذلك في إطار سياسة شاملة تتوافق عليها مختلف الدول وتتماشى أيضا مع الدول النامية والأكثر ضعفا والأكثر فقرا، من أجل الوصول لأهداف التنمية المستدامة أجندة 2030 ومكافحة ظواهر التغير المناخي التي أثرت بالطبع بالسلب على دول العالم وما نشاهده من حرائق وجفاف في بعض الدول. إذا ميثاق عمل أو خريطة طريق منتظر أن تناقش بشكل أكثر تفصيلا. كان هذا مجمل ما جاء في هذه القمة، محاولة للتواصل ما بين الشمال والجنوب من أجل دعم التمويل. أشكرك شكرا جزيلا مفادة التلفزيون المصري ليلى عمر من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا جزيلا ليلى على هذه المتابعة الوافية.